صباحكم خير عن جديد. بيصادف اليوم بتاريخ 22 أكتوبر اليوم العالمي للتأتأة بهدف رفع الوعي الجماهيري للناس بهي المشكلة المتعلقة بالنطق تحت مسماها العلمي اضطراب النطق والكلام أو التلعثم، وتم تخصيص هذا اليوم لحتى يكون رسالة للعالم بحل هي المشكلة والعمل على تقبلها ومعالجتها. تماماً يا نور، ونشرت دراسة علمية أنه حوالي 70 مليون من العالم، أي ما يقارب 1% من سكان العالم، بيعانوا من هالمشكلة يلي ممكن تكون نفسية أو اجتماعية أو حتى متعددة الأسباب. لهيك بفقرتنا حنتعرف على رسالة وهدف هذا اليوم ونعرف تفاصيل أكثر مع اختصاصية النطق وصعوبات التعلم هند منجفيكا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي معنا. يسعد صباحك هند، أهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. عم نحكي عن اليوم العالمي للتأتأة، رح ناخد منك ليش تم تخصيص يوم عالمي لهذا، خلينا نقول هذا الاضطراب، وبنفس الوقت شو بنقصد فيه. تمام، هلا اول شيء صباح الخير. صباح النور. هلا مثل ما بنعرف نحن هذا اليوم تخصص لحتى نحن ندعم الاطفال ونعمل نشرات توعيه بخصوص هذا الاضطراب، لانه مثل ما بنعرف نحن لازم يعني الاهل يكونوا الدعم الاساسي للاطفال. فانا لما بساوي هذا اليوم وبدعم الاهل لحتى يكونوا واقفين جنب اولادهم مشان هيك يفوتوا الاطفال مثل ما بنقول بالمحيط اللي هن عايشين فيه، ومشان نخلي يكون عندهم الاطفال ثقه بذاتهم وتقبل للذات. لما بيكون عندهم تقبل لذاتهم فينهم يكملوا حياتهم بشكل طبيعي. فنحن الهدف منه انه يكونوا سليمين نفسيا، مندمجين مع المجتمع الاخر. صح. اللي هو خلينا نقول سليم نوعا ما. صح تماما، لانه في اشخاص ممكن يقولوا انا ابني بسبب هذا الاضطراب ممكن يوقف حياته، بس هو بالعموم نحن ما فينا نقول ابني حيوقف حياته، لانه هو اضطراب مثله مثل اي اضطراب ثاني، وفينا نحن نتعالج منه وفينا نروحه، حتى اذا ما رح فينا نخفف منه من دون ما ياثر. تمام، اليوم شو الاسباب يلي بتؤدي لصعوبات عدم النطق او التلعثم؟ وفي اسباب يعني بتكون اساسيه مثل الخلقيه، في اسباب هي بتكون ناتجه من المجتمع والمحيط. صح اكيد. هلا مثل ما بنعرف نحن الاسباب هي يا اسباب عضويه يا اسباب نفسيه. الاسباب العضويه بتتعلق يا وراثيا يا فاما انه بيكون نتيجه حادث تعرض له الشخص او تعرض له الطفل، فهذا الشيء بيؤدي لانه اصابه المناطق الاساسيه المخصصه بالدماغ بانه بخلل، فهم ما عاد بيحسن الطفل يمارس انه الحكي بطلاقه او بسلاسه، فهم بتكون اما عن حادث او مثل ما قلنا وراثيا بيكون احد الابوين حامل جينات، هي الجينات بتكون وراثه من الاباء للابناء. هلا هي بتنمو مع الطفل بسنوات العمر المبكره، يعني بالطفوله المبكره اللي هي من 2 لـ5 سنين او 6 سنين، ممكن تنمو وممكن توقف، اوقات بتوقف وما عاد بترجع ابدا، بس بنفس الوقت اوقات بتوقف وبترجع بمرحله المراهقه. هون بسبب انه انا المحيط الحوالي كله عباره عن انه انا عندي مثلا قرايبتي بالتأتأة، فانا هذا الشيء عم اسمعه بشكل متكرر، فما عاد حسنت مثلا اني انه اتغاضى نظري عنه. عرفتي كيف؟ باللاوعي بصير بعمل مثلا. تماما. او الاسباب النفسيه اللي هي دائما نحن بنقول اي سبب نفسي وطفوله، فهذا الشيء بسبب الاهل، لانه يعني فينا نقول العلاقات الاسريه في يعني 90% من حياه الطفل بيقضيها مع الاهل. طبعا. فانا لما بيكون عندي معامله قاسيه من قبل الوالدين، هون شو حينتج عنا غير خوف؟ مثلا انا مثلا حكيت قصه لماما بس ماما ما صدقتني، فهون انا حخاف حاتوتر انه انا كيف بدي اخلي ماما تصدقني؟ فبصير عندي تأتأة زايده عند الاطفال انه انا بسبب ماما ما رح تصدقني، حارجع تأتأة زياده. او ممكن يكون فقدان عزيز بيكون اثر هي الصدمه، صار عنده اضطرابات بالنطق الطفل، وخاصه الام بنعرف انه هي الاساس باي بيت، فانه نتخيل حياه طفل بلا امه حتكون حياه كثير كثير صعبه. بس مع هيك بالحالتين بكل الحالتين فينا نحن نعالجه. تماما، هذا الاهم شيء لازم نحن نركز وناكد عليه ونخبر الاهالي دائما. الاستشاريين الاختصاصيين هم قادرين على تشخيص الحاله وحتى تحديد اليه العلاج. طيب، بهذا اليوم العالمي بيتم تخصيص الشريط الاخضر المزرق. صح. شو بنقصد فيه وليش تم تخصيص هيك شريط؟ تماما، هلا نحن بنعرف اللون الازرق هو بيعبر عن الهدوء. اوكي. والاخضر بيعبر عن العداله، فنحن لما بندمج هدول اللونين يعني بيعطونا رمز يلي هو بين التسامح، مو عفوا، بين السلام والحريه.
تمام، فأنا لما بخلق طفل سليم نفسياً قادر إنه يتقبل ذاته، قابل إنه يتقبل المشكلة اللي عنده بطريقة يكمل فيها حياته، ما توقف حياتي أنا بس هون، يعني أنا كمل حياتي لقدام. ولما أنا بخلق عنده حرية نوعا من اللي بتكون هي إنه الرفض أو القبول لأي موضوع ممكن أنا أطرح له إياه، فهون أنا بخلي عنده لطفلي دافع لحتى يكمل حياته أنا بحرية. أنا ما عندي هذا الاضطراب ممكن يخليني أقول لا على شغلة، أو ممكن يخليني أنا ما أحسن أبدي قرار أو موقف حسب أنا رغبتي وحسب ميولي واتجاهاتي. فهون هذا الشريط نحن خصصناه كرمال إنه يعبر عن هدول الشغلتين للأطفال مشان يكملوا حياتهم بطريقة مثلهم مثل أي شخص طبيعي. تمام، خليني أرجع معك لنقطة معينة وهي الحالة النفسية للطفل لما بيتلعثم كتير. أنا كيف كأم اليوم بالبيت بدي ما خلي ابني يخاف، ما خلي يوصل لهذا الظرف إنه ابني صار عم يتأتأ أو عنده مشكلة مرضية. بتلاقي كتير أطفال أنا بخاف أعبر عن نفسي، وهي بتستمر معهم لحتى يصيروا أشخاص كتير كبار. بتلاقيهم إذا بدي يحكي حديث أو يقلك مرحبا لازم يقوله بقلبه وبعدين يرجع يفتح معك حديث. صح. كيف ممكن أنا أشكل هذا الشيء بالبيت بثقافة معينة؟ تماماً. هلأ أنا مثلاً كأم بالبيت أكيد أي أم بالدنيا فيها وقت بجزء من يومها قد ما كانت في ضغوط وقد ما كان في مشاغل بالحياة تقعد لو تخصص 5 دقائق لأطفاله. طب أنا لما بدي أقعد مع طفلي وخاصة بالسنوات المبكرة أنا هون بكون عم بسكله شخصيته، عم بعرف كيف بده يكون ابني لقدام، شو الشغلات اللي بحبها شو الشغلات اللي ما بحبها. فهون أنا مثلاً بقعد ابني بخليه يعبر عن حاله، تقطع عادي يعني ممكن لأنه خايف مني أنا كأم، تماماً. ممكن لأنه ما عرفان يوصل لي الفكرة، ممكن لأنه هو عم بيفكر أني أنا بدي فكر نفس طريقة ماما بنفس الوعي والنضج اللي هي فيه لوصل لها أنا الفكرة اللي بدي إياها. فهون أنا بعطيه وقته الكافي لابني، بخليه يحسن بوقته الكافي بمساعدة مني أنا كأم، حأعرف مثلاً ابني شو بيقصد بكلمة محددة، فهون أنا بقدم له الدعم الكافي لحتى يخليه مثلاً يحكي معي بطريقة براحته، تماماً بالراحة النفسية تماماً. وبخلي عقلي أكيد ينزل لتفكير ابني، ما أنا بطالب مثلاً طفل عمره 5 سنين بنضج طفل مثلاً أو مراهق عمره 18 سنة. هون ما فينا نحن نعامل الطفل كمراهق، وأوقات ممكن يكون التأتأة بمراحل النمو الأولى فيني أنا أدربه أنا كأم. أوكي أنا ما عندي الخبرة الكافية كطرق علاج، بس أنا عندي الخبرة الكافية أني أنا أعطي مساحة شخصية لأبني، عزز ثقته بنفسه تماماً، أعطي فكرة أنه ماما فينا نحكي هي الكلمة بهالطريقة، ماما فينا نحن نختصر هي الكلمة من دون ما مثلاً نحكي جملة كاملة عنها بكلمة واحدة، أنا بختصر لك هي الجملة كلها ياتها. تمام. طيب رح ننتقل لنقطة كتير مهمة. اليوم العلاج. العلاج اليوم كتير من الأهالي اللي عم يحضرونا فعلاً عندهم أطفال بيعانوا من مشكلة التأتأة أو حتى التلعثم. أنا اليوم توجهت لاستشاري خلينا نقول بخصوص اضطراب النطق، قديش بده ابني يتعالج؟ أي أم فورا تشوف الاستشاري قديش بده ابني يتعالج، قديش بده وقت لحتى يرجع إنسان وشخص طبيعي قادر على الكلام بدون تأتأة أو بدون تلعثم؟ وفي حال تأخرت بالوقت وكان بيعمر كتير متأخر بحصل على نتيجة؟ هلأ أول شيء بدنا نحدد نحن كفترة كأخصائي نفسي ما فينا يعطيكم فترة هي يعني ما فينا نقول شهر وشهرين وثلاثة. لا، لأنه أنا بدي أعرف استجابة الطفل أو استجابة المراهق للعلاج اللي أنا عم أقدم له إياه، لطرق التدريب اللي أنا عم أقدم له إياها حسب هي الفعالية بيني وبينه تماماً، لحتى أنا أعرف قدي بدي مده. ممكن طفل يتحسن، لنفترض افتراض طبعاً هذا إنه بشهر، ممكن طفل تاني أكتر، ممكن طفل تاني ما عنده التأتأة. الفروق كبيرة. الفردية بتلعب تماماً أكيد. فهون أنا كأخصائي نفسي مثلاً أنا بدي أعرف شو لازم أسس له لطفلي، شو لازم أنا هذا الطفل أي مراحل تدريب أعطيه إياها، وأهم شيء بأي علاج لازم نحن ندرب على التنفس. هذا بأي علاج للتلعثم التأتأة أي شيء باضطرابات النطق، نحن بنعرف عملية التحدث بتصير نحن ما عم ناخذ شهيق، نحن عم نعمل الزفير. فأنا إذا طفل ما عم يعرف ينظم بين الشهيق والزفير والحكي والحديث فما حيكون في صعوبة، ما في توازن حيكون في صعوبة عنده. فأنا هون أول شيء بدربه
هي القصة، بعدين ببلش بمراحل علاج التدريب يلي هي إذا كانت الأسباب نفسية أنا بده يكون عندي أكثر من أخصائي. أما إذا نلعب على الجانب النفسي وننتقل للجانب، وإذا كانت عضوية كمان بدنا نعرف شو التدريبات اللازمة لأعطيهم إذا كانت إنه بسبب نمو بسبب كذا. في شفاء كامل وتام؟ أي في شفاء كامل وتام، بيرجع طفلي طبيعي؟ أي، لأنه نحن مثلا كأخصائيين بنعلمهم طريقة الكنترول يلي بيعملوها على الذات. فأنا في كتير مذيعين بنعرفهم بدول الخليج صاروا كانوا يقولوا، يعني أنا أكثر من مقابلة كانت شوفها لأشخاص مثلا صاروا بالإذاعة والتلفزيون كانوا يقولوا لي إنه مو يقولوا لي سوري، انه يشوفهم على مقاطع النت انه انا كان بعاني من هذا الاضطراب. انا وصغير ما كنت احسن احكي، كنت بين اي كلمه وكلمه يا بوقف يا بكرر حرف يا بكرر مقطع. فمع تدريبات ومع تعليمهم الطرق المناسبه هذا الشيء خلاهم انه يتجاوزوا، يكونوا بمطرح ثاني اليوم، يكونوا بمطرح هذا ما كان في عائق لحتى ما يوقف وجههم ووجه مستقبلهم. تماما، اكيد هذا الشيء، وخلاهم يعرفوا يعملوا كنترول للذات. فانا مثلا ممكن يعرفوا انه انا هلا توترت لازم اعرف انه كيف بدي اعمل شهيق زفير. مثلا انا هلا حطيت بموقف ضاغط اعرف كيف بدي اطلع حالي من هذا الموقف بطريقه انا ما انه ارجع لهي المشكله او لهذا الاضطراب. فاكيد في علاج. تمام، خلينا نحكي شوي عن ابرز الاخطاء الشائعه للناس اللي بتتعامل مع الشخص المتلعثم، وخصوصي انه نحن اليوم بعصر التنمر وعصر السوشيال ميديا اللي هو دائما بتلاقي يي عم بتقتق يي ليكي كيف خربت بالحكي يي شو خجول. كيف ممكن الاشخاص فعلا تتعامل مع الشخص المتلعثم؟ تماما، هلا نحن اكيد بنعرف الاهل لهم دور كبير. يعني انا لما بتكون عم ربي ابني بطريقه سليمه انا حاعرف انه فهمه كموضوع تنمر ما بصير هو كخطا. فانا مثلا كأم هلا بعيدا عن الاطفال، ابني خربط بكلمه قدامي، انا بجيب العائله ورفقاتي ورفقات رفقاتي تعوا اسمعوا ابني شو خربط اليوم، فانا بحطه موضع سخريه لابني. يعني بحطه تحت موضع انه هو بيصير مره ثانيه ما عاد بيحكي قدامي، مره ثانيه بيحاول يتجنب الحديث معي، وهي انا كاقرب حدا فينا نقول كأم. فهون الطفل نتيجه السخريه اللي امه حطتها ممكن هي من باب الدعابه انقلبت لشيء نفسي عن انقلبت لشيء نفسي، انقلبت لقله ثقه بالطفل، انقلبت لبعد صار في مسافه بينه وبين امه انه يرجع يحكي لها مره ثانيه. وعنا الأخطاء الثانية اللي هي مثل لما أنا بحط ابني بجامعة وبقول له يلا يا ماما روح تعرف على العالم. طب أنا ابني ليش عم حطه بهذا الضغط؟ لا، أنا بخليه يقعد معي أخذ وأعطي، خليه يتعرف على الأشخاص بطريقة أنه أنا ساعده فيه خطوة بخطوة. تماما، أنه أنا خطوة بخطوة بخليه يندمج مع هذا المجتمع. فأنه أنا لما يجي يحطه بموقف ضغط إذا ما كان بيتأتأ حيصير يتأتأ الصراحة. فهدول أكثر الأخطاء يلي كأم بتوقع فيهم، وخاصة لما مثلا أنا بيكون عنده رفقات زملاء بالجامعة بالمدرسة بأي منحة تاني بالحياة. أنا كأم أنا لازم ربي ابني إنه التنمر ما بصير. لما أنا بدي حط لهم إنه تنمر عادي إجباري ابني هون حيوصل لمرحلة إذا رفيقته بتخربت أو رفيقه بخربت بكلمة بسيطة حيضلوا يستلموا شهر علي. تماما، فهون بتلعب التربيه او التنشئه الاسريه دور كثير كبير وفعال بهي القصه. تماما، قديش نحن مهم كاهل فعلا نلعب دور كثير مهم بتاسيس تماماً. طفل صحيح سوي سليم وبنفس الوقت بيقدر يتعامل بطريقه لبقه مع المجتمع والمحيط فيه. ختاما، شكرك لوجودك معنا. اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. صباحك كثير لك.